بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحي والمباشر من قصر الابداع العامر قصر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره الشارقه كل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام. وعيدكم مبارك. في بداية هذا البث. وهذا النقل التلفزيوني المباشر. نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. حفظه الله ورعاه. والى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم اماره الشارقه. والى اصحاب السمو حكام الامارات. كما نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية. ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك. إذاً في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ننقل لكم هذا الاستقبال لجموع المهنئين المهنئين بعيد الاضحى المبارك هذه العاده التي تعودنا دائما ان نشاهدها في مثل هذه المناسبات في الاعياد وغيرها من المناسبات ربما في العامين الماضيين حرمنا بسبب تلك الجائحة فالعيد هنا عيدين ليس عيدا واحدا فقط بل يكتمل العيد عندما يأتي المواطنون إلى قصر البديع العامر ليقدموا التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى اتحاد حاكم إمارة الشارقة مقدمين له التهنئة بعيد الأضحى المبارك مستمرين معكم مشاهدين الكرام في نقل استقبال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى الاتحاد حاكم إمارة الشارقة لجموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك ونشاهد في هذا النقل المباشر حضور سمو الشيخ سلطان بن احمد القاسمي نائب حاكم الشارقه وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائره الماليه المركزيه وسمو الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئه الجمارك بالشارقه ويظهر ايضا من خلال هذا النقل حضور معالي حميد بن ناصر العويس ومعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحه وسعاده عبد الرحمن الجروان المستشار في الديوان الاميري وثله من كبار الشخصيات في اماره الشارقه اذا يتوافد المواطنون من بقاع من بقاع مختلفة من إمارة الشارقة كلهم يقصدون قصر البديع العامر ليقدموا التهنئة بهذا العيد المبارك كما ذكرنا سابقا افتقدنا مثل هذا الاستقبال ومثل هذا الحضور ومثل هذه اللقاءات والوقفات الابويه من قبل صاحب السمو حاكم الشارقه مع ابنائه لكن ولله الحمد خففت تلك الاجراءات وتغيرت الاحوال لتكون افضل مما كانت ولله الحمد لتعود مثل هذه اللقاءات المباركه ويعود المواطنون ليلتقوا بحكامهم ويسعدوا بهذا اللقاء ليس هم فقط بل صاحب السمو حاكم الشارقه الذي طالما ذكر لشعبه انه يرغب في لقائهم وما كانت تلك الجائحه الا حاجزا مؤقتا يمنعه من لقائهم بشكل مباشر لكن متابعته لهم لم تتوقف ابدا من خلال المتابعه مع الدوائر والمؤسسات والهيئات، وايضا وايضا من خلال برنامج الخط المباشر وغيره من البرامج، هنا ايضا احد الابناء يسعد ويفرح بمثل هذا اللقاء، هنا حديث أبوي لصاحب السمو حاكم الشارقة مع أحد أبنائه، سوف يتذكر هذا الطفل مثل هذه اللحظات، سوف يتذكر هذه اليد الحانية، عندما يكون واقفاً أمام صاحب السمو الحاكم. إذا مشاهدينا الكرام نود في هذا النقل المباشر الحي ان ننوه بان صاحب السمو سيستقبل جموع المهنئين بهذا العيد المبارك لمده يومين على فترتين الفتره الصباحيه وفتره العصر وننوه بانه من الضروري اتباع الاجراءات الاحترازيه ولبس الكمامات واجراء فحص البي سي ار على ان لا يتجاوز 24 ساعه إذن مشاهدين الكرام مستمرين معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة من هنا من قصر البديع العامر حيث يستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك إذن ها هم المواطنون من كل مدن اماره الشارقه ياتون الى هذا القصر ليلتقوا بصاحب السمو حاكم الشارقه ويقدموا له هذه التهنئه بهذا العيد المبارك لا ننسى في مثل هذا العيد ان نتقدم بالتهنئه والشكر لكل العاملين في القطاعات التي تتبع نظام المناوبات والذين لا غنى عنهم لاستمراريه الحياه براحه وطمانينه نتقدم بالتهنئه والشكر للعاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية. نتقدم بالشكر والتهنئة إلى الطواقم الطبية من أطباء وممرضين، إلى العاملين في المنافذ والمطارات، إلى الزملاء الإعلاميين في كافة وسائل الإعلام وغيرهم ممن لا تحضرنا قطاعاتهم حاليا نقول لهم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك ياتينا هذا العيد مشاهدينا الكرام ونحن نعيش في هذه الدوله المباركه ننعم بالخير والنعم والامان بفضل من الله ثم بهذه القياده التي تهتم بالصغير قبل الكبير تستمع اليهم هذه القياده التي تتلمس حوائج الناس وتلبي مطالبهم وتسعى إلى رفعتهم ماديا ومعنويا، يسعون إلى رفعتهم بأن يقدموا لهم كل الدعم، فيرتقوا بهم، بفكرهم، بثقافتهم، بمعيشتهم، هكذا هي قيادتنا ولله الحمد حينما تسعى لبناء هذا الانسان وفكره ومعرفته ليبني حياه مستقره له ولاسرته وابنائه انها لنعمه عظيمه ان نلتقي قادتنا وشيوخنا بهذا اليسر وهذه السهولة دون حواجز دون عوائق نسلم عليهم ونبارك لهم بالعيد هكذا نقلنا لكم على الهواء مباشرة مشاهدين الكرام استقبال صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لجموع المهنئين من مواطنين ومقيمين بعيد الاضحى المبارك شكرا لكم على متابعتكم لنا ودمتم في رعايه الله وكل عام وانتم بخير